قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي: لا يصح فيه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. هذا أيضا أو هذه مسألة من مسائل الصيام، وبخاصة فيما يتعلق بالمفطرات. مر معنا ما يتعلق بالحجامة، وكذلك أيضا ما يتعلق بتقبيل والمباشرة، وكذلك أيضا عموما ما يتعلق بترك الأمور المعنوية كقول الزور والعمل به والجهل. هذا كله مر. وهذه مسألة، وهي مسألة الاكتحال. أورد فيها هذا الحديث الضعيف من أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، والحديث ضعيف كما أشار الشيخ رحمه الله، بل قال: لا تقوم به حجة في مثل هذه المسائل والأحكام. وما يتعلق بالمفطرات، وبخاصة فيما يتعلق بما يدخل الجوف، لأن الأكل والشرب هذا مما أجمع المسلمون على أنه من المفطرات، لمن أكل أو شرب عالما مختارا فإنه يفسد صومه. بقي ما يدخل الجوف عن غير طريق الفم، بل حتى ذكروا ولو كان الشيء غير مغذي، لو أدخل من فمه كما لو ابتلع حجرا أو ابتلع شيئا ليس غذاء في العادة، لا طعاما ولا شرابا، يعني لا سائلا ولا غيره، لكن لو أدخل شيئا صلبا وإن كان مما لا يؤكل إذا دخل من الفم فإنه يوجب الفطر. لكن كلام أهل العلم فيما وراء ذلك، يعني في المداخل الأخرى. ولهذا يعبر فقراها يقول: وإن أدخل إلى جوفه شيء من أي موضع كان. هذا كلام فقهاء الحنابلة، وإن أدخل إلى جوفه شيء من أي موضع كان. ومرادهم بالجوف داخل البدن، وغالبا ما يصل إلى المعدة، كما لو كان من الدبر أو من الاحتقان أو استعط أو احتقن، إلا أن مستثنوا ما كان عن طريق الإحليل، يعني ما كان عن طريق القضيب. قالوا هذا لا، لأنه ليس مدخلا يقولون، ولأنه لا يؤدي إلى هذا، وإنما يكون على هيئة انتشار. هذا ملحظهم في قضية الإفطار في هذا، هو أنه إذا دخل إلى الجوف، ولم أيضا ينظر إذا كان مغذيا أو غير مغذي، أو كان مقصوده الغذاء أو غير الغذاء. أبدا، على قاعدتهم أن كل ما دخل الجوف أو دخل إلى الجوف فهو موجب للفطر، ولهذا جعلوا الاكتحال وجعلوا الاحتقان بأي طرق، وسواء كان عن، وبخاصة حين إذا قالوا احتقان غالبا لا يريدون به في القديم إلا من جهة الدبر، غالبا إذا قالوا احتقن يحتقن عن طريق الدبر. لكن الآن في الوقت الحاضر كما تعرفوا في طرق كثيرة للاحتقان، سواء كان الدبر أو عن طريق المعروف بالإبر، الأشياء التي عن طريق الوريد، عن طريق المغذيات، عن طريق للتغذية، السوائل ونحو ذلك مما عليه أهل العصر. هذه كلها
مما يدخل تحت اسم الاحتقان، احتقن يعني أدخل الشيء إلى بدنه عن طريق الحقن أو الاحتقان. والذي يبدو والله أعلم طبعا أن الاكتحال الصحيح أنه لا يؤثر في الإفطار، لا يؤثر. الإنسان اكتحل وإن وجد طعمه في ريقه، قد يقتحل وقد يجد الطعم في حلقه، وأحيانا حتى إنسان قد يطأ شيئا في قدمه ويجد طعمه في حلقه، وقد يجد طعمه يجد أثره في أنفه، يعني قد يطأ بعض الشوكة وبعض الأشياء ذات الروائح النفاذة القوية، بل حتى أحيانا قد يضع حنة في قدميه أو سدر في قدميه أحيانا، وقد يحس بنوع من ومعلوم أن هذا ليس بمنفذ. فوجود مجرد الطعم هذا ليس كافيا في أن يكون هذا مؤديا للإفطار. ولهذا قالهم لو أنه طر إلى حلقه غبار أو دخان أو أنه لا يفطر. إذن الذي يبدو والله أعلم أن ما كان عن طريق العين مثلا أو أي جهة أخرى ولم يقصد منه غذاء، ومجرد أن وجد طعمه في حلقه أنه لا يفطر. أما ما كان مقصوده الغذاء كالذي في وقت الحاضر الذي يعطاه المرضى حينما يرقدون في المستشفى ويعطون أشياء مغذية سوائل عن طريق الحقن، هذا مفطر، وبخاصة ما كان التغذية. وإن كان إبر الدواء قد يقال الأحوط أن لا يفعلها، لكن القطع بأنها مفطرة، وبخاصة ما كان منها دواء، وبعضهم يفرق بين ما كان من الوريد وما كان من العضل، ولكنها لا تشبه ولا تقارب ولا تماثل ما كان غذاء كالجلوكوز وغيره، فإن هذا والأملاح فإن هذه مغذية وهذه مفطرة. فإذا الحاصل أن الاكتحال سواء كان في النهار أو في الليل فإنه لا يؤدي الإفطار. وإن كان نص الفقهاء على أنه إذا اكتحل ليلا وحس بطعمه نهارا له لا يفطر، لأنه ما تعطاه إلا في الليل. لكن كلامهم ألا يكتحل نهارا. لكن الصحيح أن الاكتحال لا يضر، الاكتحال لا يضر ولو اكتحل نهارا، وإن أراد أن يفعل احتياطا لا يكتحل إلا في الليل، لكن الصحيح أنه لا يضر. وكذلك ما قلنا منافذ أخرى من البدن لو دخل منها شيء إلى الجوف فإن هذا أيضا لا يؤثر ولا يضر. والفقهاء لتمسكهم بقاعدة مواصل الجوف حتى قالوا ولو ضرب من رأسه كآمة أو جائفة أو وضع دواء في رأسه ثم وصل إلى حلقه أو إلى جوفه فإنه يفطر يقولون. هذا كله جريا على قاعدتهم، ولكن الصحيح أن هذا كله لا يفطر، لأن المقصود بالمفطرات هي الأكل والشرب وما جرى مجراها، الأكل والشرب وما كان فيه غذاء للبدن، هذا هو الذي يبدو. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصححه وهو صحيح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. قال الحاكم وهو صحيح، أو الحافظ أيضا قال وهو صحيح. طبعا لفظ الحاكم أعم من لفظ الصحيحين. لفظ الصحيحين من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، ولفظ الحاكم من أفطر في رمضان ناسيا. طبعا تعرفون الفرق بينهما؟ نحن نقول إن عبارة اللفظ الذي رواه الحاكم أعم من اللفظ الذي في الصحيحين من أفطر في رمضان فلا قضاء ولا كفارة. ما وجه العموم؟ كلام إخوانك صحيح، الإخوان قالوا صحيح، قال إنه يعني أكثر، يعني قد يكون إفطار من غير أكل وشرب، لكن ما مثلوا مثل الجماع،
لو أفطر بجماع يعني. ففي رواية الحاكم من أفطر في رمضان ناسيا كأنه حتى ولو كان أفطر بجماع لو جامع ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. هذا ما تفيده اللفظ العام، بينما لفظ الصحيحين فأكل أو شرب. على كل حال كل ذلك سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقه. من نعمة الله عز وجل على عباده أنه عاذرهم في النسيان، والإنسان ينسى وكل بني آدم ينسون، ولهذا الله سبحانه وتعالى رحمهم وعذرهم فيما فعلوه نسيانا أو أتوه نسيانا. ولهذا في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي رواية: وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان. فالنسيان هذا يرد على كل بني آدم، والنسيان الحقيقة فيما يعرف بعض العلماء لا يعرفونه، يقول لأنه معروف لا يحتاج إلى تعريف. النسيان معروف ولا يحتاج إلى تعريف. وبعضهم يعرفه يقول بأنه عدم القدرة على استحضار الشيء عند الحاجة إليه، عدم القدرة على استحضار الشيء عند الحاجة إليه، بمعنى الإنسان يحتاج شيئا في ذهنه وفي ذاكرته ثم لا يستطيع استحضاره في ذهنه، يعني عدم القدرة على استحضار الشيء عند الحاجة إليه، هذا هو النسيان. والنسيان من أسباب التخفيف، الله عز وجل خفف عنا في الخطأ، وخفف عنا في النسيان، وخفف عنا في الجهل، وخفف عنا في الإكراه. فالأشياء التي ترد علينا من غير اختيارنا فإن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه ورحمته عفى عنا وسامحنا، لأن هذه أشياء إذا فكرنا فيها نجد أنها خارجة عن القدرة وخارجة عن الطاقة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما لا نطيق، ولم يحملنا ما لا طاقة لنا به، وما كان صادرا منا من عن نسيان أو خطأ أو جهل أو إكراه فإن هذا في الواقع والحقيقة خارج عن قدرتنا وخارج عن طاقتنا وخارج عن إمكاناتنا. فلو تأملت حال الناس تجد أنه فعلا تصرف صدر منه أو تقصير حصل منه من غير اختياره، فالنسيان من غير اختيار، بخلاف العامد المتعمد هذا مؤاخذ في الأشياء التي لا يجوز له اتيانها. فإذا فكرنا في النسيان نجد فعلا أنه خارج عن الطاقة وخارج عن القدرة، وليس حقيقة داخلا في فعل المكلف الذي يحاسب عليه، لأن المكلفين لا يحاسبون إلا على الأفعال الاختيارية، يعني الأفعال التي يأتونها مختارين، طبعا مثل أفعال الأقوال كذلك. إذن النسيان شيء خارج عن طاقة الإنسان، فالله سبحانه وتعالى سامحنا به. ولو فكرنا كذلك أيضا في قاعدة النسيان نجد أن الأفعال التي يأتيها الإنسان إما أن تتعلق بأفعال الله، إما أن تتعلق بحقوق الله، وإما أن تتعلق بحقوق بني آدم. فما كان متعلقا بحقوق الله فهو مبني على المسامحة، مبني على المسامحة، فالله سبحانه وتعالى يسامحنا. الأشياء التي تتعلق بحقوقه سبحانه وتعالى من العبادات صلاة وصياما وأوامر ومنهيات، هذه كلها من حقوق الله سبحانه وتعالى، فإذا نسينا فإن الله سبحانه وتعالى يسامحنا. قال العلماء: لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما ما يتعلق بحقوق بني آدم فإنها لا مسامحة فيها ولو كنت ناسيا، ولو كنت ناسيا أو مخطئا، لأن بني آدم حقوقهم مبنية على المشاحة أو طباعهم مبنية على المشاحة، فإذا أتلفت مال غيرك ناسيا فإن عليك ضمانه،
وكذلك لو أتلفته خطأ فإن عليك ضمانه. فحقوق الناس لا تضيع ولا يقبل فيها النسيان ولا يقبل فيها اعتذار بالنسيان. إذن النسيان في الحقيقة مسقط للإثم، النسيان مسقط للإثم لكنه لا يسقط الحقوق المترتبة عليه، وبخاصة فيما يتعلق بحقوق بني آدم. فلو أتلف كما قلنا، لو أتلف مال إنسان أو اعتدى على إنسان ناسيا، أو أتلف ماله ناسيا، أو ألحق به ضررا ناسيا، فإن هذا تثبت فيه الحقوق إلا إن سامحك هو. أما قضاء وديانة فإنها واجب عليك أن تؤدي ما لحقه أو أن تعوضه ما لحقه من ضرر بسبب النسيان. لكن الذي يرفع عنك هو الإثم، الذي يرفع عنك هو الإثم. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ، يعني الإثم أو أثر الخطأ، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وإذا الواقع أن الشيء إذا وقع لا يرتفع، الشيء إذا وقع لا يرتفع. رفع عن الخطأ يعني أثر الخطأ أو إثم الخطأ، بمعنى يرفع عنهم الإثم أو رفع عنهم أثره. أما الواقع الشيء إذا وقع فإنه لا يرتفع، الشيء إذا وقع فإنه لا يرتفع. هذا جانب. الجانب الثاني أن هناك تفريقا بين الأوامر والنواهي فيما يتعلق أيضا بحقوق الله. فما كان من الأوامر يمكن تداركه فإنه لا يسقط بالنسيان، وإن كان يرتفع الإثم لكنه يبقى في الذمة. وذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فمن نسي الصلاة نسيانا يرتفع عنه إثم أدائها في وقتها، لكنه إذا ذكر لابد أن يأتي بها. فهي لماذا؟ لأنهم قالوا هذه يمكن تداركها، فالأوامر أو أغلب الأوامر يمكن تداركها، فما دام أنه يمكن أن تتدارك فلا بد أن تأتي بها. والذي يرتفع عنك هو الإثم في الوقت. فالأوامر الأصل فيها أنها يؤتى بها، أن النسيان يرفع الإثم فقط، لكن لا بد من القضاء ولا بد من الإتيان بها. أما فيما يتعلق بالنواهي وكذلك أيضا الأوامر، الأوامر مقصود بها الثواب، الأوامر المقصود بها الثواب. والإنسان إذا لم يفعل شيئا لا يترتب له ثواب، لأن الثواب لا يكون إلا بالفعل وأنت لم تفعل شيئا، إذن لا ثواب. فإن الثواب مرتبط بالعمل، فما دام أنك لم تعمل إذن لا ثواب. هذا جانب. أما المنهيات فإنها كف، بمعنى شيء انتهى لا يمكن تداركه. وكذلك أيضا فعل المنهي يترتب عليه العقاب، والإنسان ما فعل منهي باختياره، كما قلنا النسيان ليس اختياريا. وفعل الناس، لاحظوا معي، فعل الناس معذور، يعني قد أتكلم عن شيء من الدقائق الحقيقة. هناك عند الفقهاء قاعدة، أو الأصوليين أيضا، أصوليون الفقهاء يقولون الكف فعل. ما معنى الكف فعل؟ الكف أو الترك فعل. لأن الحقيقة في كلام الأصوليين أن الأحكام متعلقة بأفعال المكلفين، الأحكام متعلقة بأفعال المكلفين. ولهذا حينما يعرف الأصوليون الحكم يقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فإذا ما سأل سائل قال طيب الكف الترك هل هو فعل؟ إذا كان الحكم يتعلق بالفعل إذن هل الترك فعل؟ إذا لم يكن فعل كيف نعاقب عليه وكيف يسمى حكم؟ فنقول نعم الترك فعل، الترك فعل. كيف ذلك؟ أو الكف فعل، لأنه الواقع أن مثلا من لم يفعل المأمور كما من لم يصلي فهو ترك الصلاة، إذن تركه يسمى فعل. الله عز وجل يقول في بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ماذا قال بعدها؟
لبئس ما كانوا يفعلون. فهم لا يتناهون، فسمى عدم التناهي فعلا، فسمى عدم التناهي فعلا، مع أنه كف عدم تناهي لا يتناهون، ومع هذا قال يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. حتى الأقوال تسمى أفعال. إذا قلنا الحكم وخطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، قد تقول طيب أنا أقول ما أفعل، السب والشتم قول ليس فعلا، ومع هذا يتعلق به الأحكام. إذن يكون كلام، هل معنى هذا أن تعريف الأصوليين ناقص؟ إذا قلنا إنه هو خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، طيب وأقوالهم؟ يقول أصوليون والقول فعل. ما الدليل؟ قالوا الدليل قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء ربك ما فعلوا، فسمى القول فعلا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. إذن القول يسمى فعل أيضا، وكذلك الترك يسمى فعل. ولهذا طبعا الراجز يقول في حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معهم في بناء المسجد، قال: لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. مع أنه يقول لئن قعدنا، سمى القعود عمل، إذن الكف والقعود سماه عملا، لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. فإذا حتى الترك يسمى فعل، والنسيان فعل، وإن كنت كففت يعني فيسمى فعل. فإذا فعل الناس أو من فعل ناسيا أو ترك ناسيا فقد فعل، لكن الحقيقة أنه فعل ليس منسوبا إليه باعتبار أنه غير مختار، لأن قلنا لكم من النسيان خارج الطاقة، النسيان خارج عن طاقة المكلف، فإذا فعله ليس منسوبا إليه. ولهذا في الحديث هنا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله. مع أنه هو اللي أكل الإنسان، أليس الإنسان هو الذي أكل؟ لكن لما كان عن طريق النسيان نسب الفعل إلى الله، نسب الفعل إلى الله فقد أطعمه الله، والواقع أنه هو الذي تناول بيده وأكل، وإن كان طبعا كل الأمور لله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان فعل وأكل، لكن ومع هذا قال أطعمه الله. فلما كان الإنسان فعله معذورا نسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذن هذا يدل على أن النسيان صاحبه معذور، وكذلك فرقنا بين نسيان المأمورات ونسيان المنهيات، وكذلك المأمورات التي يمكن تداركها، وكذلك أشرنا إلى أن الأقوال تعتبر أفعالا، وكذلك أشرنا إلى أن الكف يعتبر فعلا. فمن هنا بالتصور هذا ندرك يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى سامحنا في النسيان، بمعنى أن النسيان أتيناه نحن الذين فعلنا، ولكن الواقع أننا أنه ليس لنا فيه اختيار، لأنك حينما تفعل الشيء ناسيا الواقع أنك فعلته وأنت غير مختار، وأنك فعلت شيئا خارجا عن إرادتك، فعلت شيئا خارجا عن إرادتك، ومن هنا كانت المسامحة. والإنسان والنسيان لا شك أنه دليل على ضعف الإنسان، ولهذا لو استطاع يعني يفوت الإنسان شيء كثير بسبب النسيان، وليس بوده أن ينسى ولا يحب أن ينسى، وخاصة أشياء كثيرة كبار بقية يترتب عليها أحيانا قضايا كبرى في حياته، على أن النسيان نعمة أيضا، النسيان نعمة، لو إنسان تذكر كل شيء لا أصبح في حياته في عناء ومعاناة، لكن الأمور تنسى ويبلى الحزن والمصاعب، تمر على الإنسان مآسي، ولكن من نعمة العزيز أنه ينسى، فالنسيان نعمة ما في شك. فمن جانب النعمة من حيث أن الإنسان ينسى أمورا كثيرة، لو بقيت في عالقة في ذهنه حية لتعب، وهو نعمة كذلك من حيث أن الله عز وجل لم يكلفنا ولم يرتب على أفعالنا التي نأتيها النسيان يرتب عليها أشياء تتعلق
ضر لنا في الآخرة أو تتعلق بسوء علاقتنا مع ربنا. فقال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فقوله فليتم صومه دليل على أن الصوم صحيح، وأن الصوم فإتمام الشيء دليل على أن أوله صحيح، فأنت تتم لأنك تبني على صحيح، لأنك تبني على صحيح. فأكل أو شرب فليتم صومه. فإذا الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح. قد تقول لو رأيت إنسان يأكل أو يشرب هل أنبهه أو لا أنبهه؟ لو رأيت إنسان شفته يشرب في رمضان وأنت تعرف أنه ناسي، هل تنبهه أو تتركه؟ لا، ليس بمنكر حقيقة. لا، من شرب ناسيا ليس بمنكر، ولهذا لا ينكر عليه، ولا يلزمك أيضا تنبهه، ولا يلزمك أن تنبهه حقيقة، لا يلزم تنبهه باعتبار أنه لم يفعل منكرا. ولهذا قال هنا إنما أطعمه الله وسقه. الحقيقة بعض الحنفية رحمهم الله أيضا في قاعدة النسيان لهم بعض دقائق، أحيانا بعضها إثارته جيدة بحيث يعني طالب العلم يتأمل أقوال العلم حتى يعينه على فهم كثير من الأمور، وإن كان قد يأخذ بها ولا يأخذ بها، لكن حينما تفتش في فهوم العلماء رحمهم الله ما بين المذاهب المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم طبعا من أئمة المجتهدين ومن يفرع المسائل تجد فيها دقة، وبغض النظر أن تأخذ بها ولا تأخذ، لكن حينما تنظر دقائق نظرهم لأنه ما يعني فعلوا ذلك عبثا، وما يعني إنما كل مرادهم أن يصلوا إلى حكم الله عز وجل، ومرادهم أن يبينوا للناس أمور دينهم، ومرادهم أن يبسطوا مسائل الفقه بمنتهى الدقة، وحريصونهم لا شك على الحق وتحري الحق، وحريصون على فهم الكتاب والسنة، وإن كانت طبعا قد يصل إلى شيء راجح أو مرجوح. مما يثره الحنفية أنهم يقولون أن أحيانا قد لا يعذر الإنسان بالنسيان إذا كانت الحال مذكرة. إذا كانت الحال مذكرة ما معنى ذلك؟ يقولون مثلا الإنسان يصلي من البعيد أن ينسى ويأكل، من البعيد أن ينسى، قالوا لأن حالة الصلاة أو هيئة الصلاة حالة مذكرة، يعني من البعيد أن الإنسان واقف بين يدي ربه وقد وضع يديه اليمنى على اليسرى ثم ينسى ويأكل، لأن حالته مذكرة. إذا كانت الحالة مذكرة قالوا لا يعذر بالنسيان، ولهذا يقول لو أكل في الصلاة ناسيا عندهم لا يعذر، والصحيح أنه يعذر، لكن لهم دقائق في, 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 في هذه الإثارات، لأن النسيان أحيانا قد كما الإنسان ينسى أن يقرأ ويذهل أن يسبح ويذهل، قد يعني قد يكون يضع يده في جيبه فيجيج يأكل دخل فمه ويأكل أحيانا، صحيح لن يكون في الصلاة سيذهب إلى المطبخ ويأكل، طبعا هو واقف، لكن أحيانا قد يكون أشياء إما في الجيب أو نحو ذلك، تعرفون أحوال يعني ظرف معين يتحتم أو أحيانا يجعله يذهل بحيث يأكل في الصلاة نسيانا، لكن الإثارة هذه دقيقة الحقيقة. فهل يقال مثلا إن حالة الصيام بالنسبة للجماع حالة مذكرة؟ يعني ما يعني أيضا من الصعوبة، أما النسيان الأكل والشرب في الصيام ناسيا هذا وارد، وهذا يحصل كثير، وبخاصة يعني إذا كان إنسان يصوم نافلة أو حتى إنسان حديث عدم بالصيام أو وقد يذهل يعني، لكن هل يتصور أن يجامع ناسيا؟ قد يتصور نعم، فإذا تصور والذي يبدو والله أعلم أنه أيضا يعذر إذا جامع ناسيا، لأن يعني الأصل في النسيان أنه مخفف ولا شك، والأصل أن ورود الإنسان النسيان على الإنسان يرد عليه في جميع أحواله، النسيان يرد عليه في جميع أحواله. طبعا قد تقول أنه يدعي النسيان أو لا يدعي، هذا بينه وبين ربه، لكن إذا قال إني نسيت فالأصل أننا نصدقه، إلا طبعا إذا عرفنا أنه متلاعب أو يعني أحيانا، لكن الأصل في جاء يستفتي ويقول نسيت ففعلت كذا ونسيت فكذا وكذا، فالأصل أنه يؤخذ به يعني ويصدق كلامه ويجاب على قدر سؤاله. فالذي يبدو أيضا أن من جامع ناسيا أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه، لا كفارة، وأيضا يستمر في صيامه ويستمر في صيامي أيضا، ما يفسد الصيام جامع ناسي.
قال من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. والحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. كما قلنا رواية الحاكم أوسع وأعم، لأنه قال من أفطر، يعني بأي مفطر سواء كان أكلا أو شربا أو جماعا أو أي أنواع المفطرات في 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 إذا كانت حصلت من المكلف أو من الصائم ناسيا أو نسيانا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، بمعنى أنه يستمر في صيامه وصيامه صحيح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من درأه القيء فلا قضاء عليه ومن استاقى فعليه القضاء. رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدارقطني. هذا أيضا مسألة مسائل المفطرات وهي موضوع القيء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا الحديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من درأه القيء فلا قضاء عليه. القيط معروف اللي هو استفراغ قاع، بمعنى خرج الشيء من جوفه، الأكل إدخال وهذا إخراج عن طريق الفم، الإخراج عن طريق الفم يسمى قيء، ما يخرج الإنسان من جوفه عن طريق القيء يسمى قيئا، ما يخرجه من جوفه عن طريق الفم يسمى قيئا. فمن ذرعه يعني عاجله وخرج من غير اختياره، ذرعه يعني خرج من غير اختياره، ولا شك أن أحيانا القيء يخرج من غير اختيار الإنسان لأي سبب من الأسباب، إما بسبب مرض وإما بسبب مناظر كريهة وإما بسبب روائح كريهة، كما تعرفون الأشياء التي تؤدي إلى، أو أحيانا كثرة الشبع أيضا، إذا شبع الإنسان كثيرا فإن المعدة تخرج الزائد بإذن الله، وهذا أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى لطفه، الإنسان إذا أكل أكلا زائدا أحيانا المعدة تطرد الشيء الزائد ويكون هذا استفراغا. فإذا كان الأشياء القي من غير اختياره فهذا لا شيء عليه، هذا من ذرعه القي فلا قضاء عليه، قل فلا قضاء عليه دل على أن الصيام صحيح. لكن ومن استقاء فعليه القضاء، استقاء يعني استدعى القيء هو من نفسه، إما أن يدخل يده في فمه أو بأي سبب، أو يدخل شيء في جوفه، أو شم شيئا قصدا وهو مما يهيج المعدة أو مما يدعو إلى القيء اختيارا وقصدا للقيء، فإن هذا أيضا هذا يفطر، هذا صحيح. الصحيح أن من استقاء باختياره فإنه عليه القضاء، أما من ذرعه القيء من غير اختياره فإنه لا قضاء عليه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.